الحاجة أم الاختراع كما يقول المثل، فمع تبدل ظروف الحياة تظهر مهن جديدة وطرق مبتكرة لكسب الرزق. في الرقة يلجأ عدد متزايد من السكان العائدين وأصحاب المنازل إلى استخراج حديد البناء من تحت الأنقاض، حتى تحولت هذه الظاهرة إلى مهنة واسعة الانتشار لها ورشاتها وعمالها المختصون. ورشات الحديد هذه تضم عمالاً وآليات وسائقين كثيرين. يتواصل أصحاب المباني المدمرة مع هذه الورشات لاستخراج الحديد من الأبنية لإعادة استخدامه والاستفادة منه مجدداً. والله مثل ما أنتم شايفين هاي العمال اللي يشوفونهم، هذا صاير مصدر رزق لنا. اللي منطلع الحديد من تحت الأنقاض، وين في بناية مهدودة يجون الأهالي يخبرونا أنه تعالوا اشتغلوا مثلا طلعوا الحديد كذا. بعد ما نطلع الحديد ناخذه على سوق الحديد، في عندنا سوق حديد غاد، في جلاسات بجلس الحديد، بنطلعوا حديد يعني معدل ومجلس. وين في بناية مهدودة يعني أنه في عالم بحاجة بنطيهم حديد بيردوا يعمروا بنايتهم أو بيتهم من جديد، وهي يعني صاير مصدر رزق لنا مو أكثر. يتابع الحديد المستخرج من الركام طريقه إلى سوق الحديد، حيث يمر على أجهزة التجليس والتقويم ليأخذ شكلاً مستقيماً مرة أخرى ويعود صالحاً للاستعمال والبناء. يبدأ الحديد القديم دورة حياة جديدة، فاتحاً أبواباً كثيرة لكسب الرزق وإعادة البناء في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الحديد الجديد. وبالنسبة لمجمل الحديد، الحديد البسوك الجديد هذا يوجد غالي، وإذا بده الناس ترجع تعيد البناء بعالم ما عنده قدرة أنه تشتري حديد جديد، بدها ترجع على المستعمل، الجعد يجي من جوا الركام والعالم جعد تطلعه، جعد تعيد لنا هنا جيب لنا إياه، جعد نشتغل هنا بالنسبة له على موجب جلاسة، يعني إذا ما يمر عندي هنا على الجلاسة نعدله ننطيه مشان يسووا له أتاري يلفون أتاري ونرد نعيده على موضوع بيطون. لانه اذا ما يشتغل يعني على الجلاسه ويتجلس الباطون ما يكمش مع بعض، واحنا هنا عمال قاعد نسبب وناكل عيشنا منه. يحتاج الحديد القديم الى ثني او قص وفقا لقياسات وزوايا معينه قبل ان يدخل مراحل انتاجه الاخيره ويكون جاهزا لاعاده استخدامه في البناء. والمستفيد الاكبر من هذه العمليه هم بالطبع اصحاب المنازل المدمره الذين يأملون أن تعود بيوتهم كما كانت قبل أن تدمرها الحرب. فالورشات شو تسوي؟ تعدل الحديد، بالنسبة لتعديل قص تطعيج نعرضه على السوق، فالسوق العالم تجي أهل الأبنية المردومة وغيرها تأخذ الحديد يبنون به من جديد، وإحنا هذا مصدر عملنا مصدر عيشنا، يعني إحنا نشتغل هنا بالحديد المستعمل في سبيل أنه نرجع الحياة وبنفس الوقت احنا نستفيد والعالم تستفيد. على الرغم من قساوة الفكرة الا ان بقايا الحرب والدمار في الرقة تساهم هي ايضا في اعادة الحياة الى المدينة المهدمة. كل قطعة حديد تستخرج من تحت الانقاض والركام تساهم في بناء بيت جديد وحياة جديدة، في اعادة ترجمة للمثل القائل لا يفل الحديد إلا الحديد.